الأحرى، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن مستعدين ودعوتهم في الحزب وديروا يد في اليد من أجل العمل والمشاركة في أعمال ديالهم. هذا المؤتمر الإقليمي اليوم جانا من أجل التواصل وإعادة الهيكلة، وكذلك ما هي إلا رسالة للمناضلين والمناضلات التي أو الهيكل أنه الانضباط والتنظيمات هي التي تمكننا من تحسين وضعية الحزب، فما نيل المطالب بالتمني إنما العمل ثم العمل. السؤال ديالي هو بهذه المناسبة بغينا نعرفوا تصور الحزب أو الدينامية اللي كيتصورها باش يعمل على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية ولمعنى البيتية عامة البيتية للإقليم عامة والمحلي خاصة. شكرا. كنشكروا السي مصطفى حتى هو بدوره ونباركوا له في النقود ديال البرلمان والتنسيقية الإقليمية بهذا النقود اللي تحملوا على العاتق ديالو هذه المسؤولية الثقيلة، لأن المنسق هو كيتواصل مع المواطن العادي وكيتواصل مع القمة ديال الحزب. والحمد لله السي مصطفى متوفر في هذا الشروط هذو، وكنتمناو ان حتى الحزب يكون واحد القانون الاساسي ديال الحزب باش تبين للمواطن والمنخرط ديال الحزب التوجهات ديال الحزب، ونتمناو الخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.